عدد الحالات، بس مش هم اللي مسؤولين عن مثلا العلاجات، واللي مسؤول عن العلاجات او المستشار للرئيس دونالد ترامب طبعا هي الـ NIH، اللي هي منظمه اللي هي المؤسسه المسؤوله عن البحث العلمي في امريكا، المؤسسه الحكوميه المسؤوله عن البحث العلمي في امريكا. عظيم. فجونز هوبكنز بس بنقدم الابيديميولوجي او عدد الحالات في امريكا وفي العالم كله. عظيم. طيب دكتور، خليني قبل ما اسالك على امريكا انا عايز ارجع بيك على الصين. اكيد تابعت اللي حصل خلال الاسبوع اللي فات، والحقيقه حاجه مرعبه. انت شايف ده ازاي؟ يعني هو للأسف طبعا حاجة، يعني خبر مش سعيد إن يبدأ يحصل، يعني الأوت بريك اللي حصل في بيجينج أو في الصين، وهم ظهر هم عملوا له لينك للسوق هناك في بيجينج، فدي مشكلة إن هم يحاولوا يتتبعوا الحالات ويسيطروا عليها. وللأسف طبعا ما نقدرش نتوقع ايه اللي هيحصل في المستقبل، بس يعني ده معناه ان يعني ممكن يحصل موجة تانية وموجة تالتة وموجة رابعة. هل تعتقد ان هي دي الموجة التانية اللي كانت منظمة الصحة العالمية بتحذر منها، بداية الموجة يعني التانية؟ ما اقدرش اسميها موجة تانية لسه، لان هو لسه عدد الحالات قليل مش كتير، فاحنا بنسميها حاجة اللي هو اوت بريك لما يكون عدد حالات صغيرة. بس هل ممكن ده ينتشر اكتر؟ طبعا الصين يعني هم عندهم بيلتزموا جدا بموضوع التباعد وبيعرفوا يسيطروا كويس، فربنا يسهل ويعرفوا يسيطروا وما بقاش في موجه تانية عالميه. بس ده معناه ان الفيروس موجود حتى لو سيطرت عليه جامد. يعني الصين كان قعدوا فتره مش فاكر قد ايه، ممكن اكتر من 8 اسابيع اظن ما كانش عندهم حالات. فكون ان هو يطلع بالطريقه دي تاني حاجه غير مبشره للاسف يعني. طيب دكتور عمرو، أنا عايز أسألك بقى عن الفيروس اللي هو موجود. هل الكلام اللي كان بيقال عن إن الفيروس الموجود حاليا بدأ يضعف، وبدأ إن هو مع موجات الانحسار اللي شفناها في بلاد كتيرة كان فيها يمكن زيادة في الحالات وحتى جوه الولايات المتحدة الأمريكية، هل تعتقد من أنصار فكرة إن الفيروس فعلا كان بدأ يضعف؟ الحقيقة إن إحنا ما عندناش أي إثبات علمي عن الموضوع ده، إن الفيروس ابتدى يضعف. يعني هو في عدد حالات بتقل في دول غرب اوروبا، في ايطاليا، في فرنسا، في اسبانيا، وفي امريكا في الولايات يعني زي نيويورك وعندنا هنا في ميرلاند بيقل، بس مثلا في امريكا بيزيد في ولايات تانية يعني في تكساس وفي اريزونا وكده العدد حالات بيقل. فما فيش اي دليل علمي نمره واحد. نمره اتنين، في كلام كتير قوي انا عايز اوضحه عن تحور الفيروس، بيقولوا ان هو الفيروس بيتحور بقى اضعف. برضه مفيش أي إثبات علمي للموضوع ده. هو عامة فيروسات اللي هي زي الكورونا فيروس اللي هو السارس كوفيد كورونا فيروس 2 بيتحور عامة، يعني نوع ده من أنواع الفيروسات بيتحور. معظم التحور في الجينات بتاعته بتبقى ما بتأديش بأي شكل، ما بتزودش ولا بتقلل من قوة الفيروس نفسه. ساعات ممكن تقلل من قوته، ونادرا ممكن تزود من قوته تخليه يبقى فاعل اكتر. فهم حاليا بيعملوا ابحاث كتيره بيحاولوا يشوفوا هو بيتحور قد ايه. لغايه دلوقتي ما عندناش اي اثبات علمي يقول ان هو تحور للاضعف او للاقوى. في تحورات بتحصل لسه مش عارفين دي ايه ابعادها على المرض نفسه وعدد الحالات. طيب احنا الاسبوع اللي فات شفنا مستجدين الحقيقه. الاول ان الولايات المتحده خرجت دواء الملاريا اللي كان يعني كان في تحمس شديد، والرئيس الامريكي نفسه يعني اكتر من تحدث عنه الرئيس دونالد ترامب وقال ان هو بيتناوله بشكل يومي، وكمان دخل الدواء اللي هو الديكسا ميثازون وقالوا ان هو ادى فرص كبيره في الشفاء. انت شفت المستجدات دي ازاي يا دكتور؟ تمام. خليني ابدا اول بالهيدروكسي كلوروكوين. تمام. الهيدروكسي كلوروكوين يعني هو كان في نظريا كان وابحاث في المعمل كانت بتقول ان هو ممكن يبقى عنده تاثير. تمام. لما عملنا الابحاث يعني لما حصلت الابحاث الكلينيكيه او الابحاث السريريه ما فيش لغايه دلوقتي ولا دراسه علميه محترمه اثبتت فعاليته، وهو ممكن يكون عنده شوية أضرار منهم ضرر خطير جدا جدا على القلب، ممكن يعمل سكتة قلبية خصوصا لما يتفاعل مع أدوية تانية بنديها زي الأزيثروميسين. فلقوا ان هو ملوش لازمة، ان هو يعني هم كانوا عاملين منظمة الـ FDA اللي هي منظمة الدواء الأمريكية كانت ادت حاجة اسمها Emergency Use Authorization اللي هو تصريح
سريع علشان في ظل ظروف وباء عالمي ان هم يدوا الدواء ده، وسحبوا التصريح ده، قالوا ان احنا ما فيش اي